تبذل وزارة الصحة من خلال صيدلية مجمع السلمانية الطبي والصيادلة العاملين فيها جهودا كبيرة ساهمت في تطوير خدمة المرضى والمراجعين، حيث تصرف الصيدلية أكثر من 3000 وصفة طبية يوميا. رئيس الصيادلة بمجمع السلمانية الطبية الدكتورة رحاب النعيمي أوضحت أن الانتقال إلى الصيدلية الجديدة يعد من أهم الإنجازات، وهو من أكبر الأقسام حاليا بمجمع السلمانية. وقالت إن تطبيق نظام إعادة صرف الوصفات للأمراض المزمنة من المراكز الصحية ساهم في انخفاض وقت الانتظار إلى 20 دقيقة كحد أقصى في الأوقات العادية، بالإضافة إلى تطبيق خدمة الأشعار المسبق، وذلك بإرسال رسالة عبر تطبيقات الأجهزة الذكية لتجهيز الوصفات من قبل أو قبل يوم من الاستلام، ما قلل فترة الانتظار. وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف الدكتورة رحاب النعيمي، رئيسة الصيادلة في مجمع السلمانية الطبي. دكتورة رحاب، مساء الخير، وبداية بعد كل التقدير لجهودكم للعمل في هذا الضغط، ما الذي ستسهم به الصيدلية الجديدة في تفادي بعض الملاحظات التي وردت من المرضى في تأخير استلام الدواء ربما أو الأدوية إن كانت وجدت في السلمانية؟ نعم، مساء الخير جميعا. في البداية نشكركم طبعا على إتاحة هذه الفرصة لتسليط الضوء على أهم إنجازات قسم الصيدلية في مجمع السلمانية الطبي. طبعا بالنسبة أولا لتلافي الضغط الموجود على الصيدلية، احنا قمنا مؤخرا بخدمة جديدة اللي هي تجهيز الأدوية من خلال خدمة الإشعار المسبق. نعم. وهو بإرسال رسالة نصية من خلال الواتساب أو من خلال الاسمس مسج، على أساس أن احنا نجهز الأدوية قبل وصول المريض. كذلك فتحنا كاونتر خاص للموظفين على أساس تقليل الضغط الواقع على الصيدلية. هاي بالنسبة إلى وقت الانتظار. أما بالنسبة إلى توفير الأدوية، طبعا هناك عدة مشاكل تواجهنا، منها بعض الأحيان اللي هو مع التوريد مع المجهزين. كذلك هناك بعض الأدوية للأسف نجيبها لتخصص معين نتفاجأ في تخصصات ثانية تطلبها فيزيد الضغط عليها ستلفت قبل الفترة. بس احنا نعمل على توفير البدائل دائما في حال حصول اي نقص، وتوفيره باسرع فترة ممكنة. نعم، الدكتورة رحاب النعيمي رئيسة الصيادلة في مجمع السلمانية الطبي، شكرا جزيلا لك.